متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في بث مباشر من الدار البيضاء، بالضبط معكم من سوق الجمله للخضر والفواكه بمدينه الدار البيضاء. اليوم معكم نديروا جوله صباحيه في هذا السوق هذا اللي كيتعتبر واحد من اكبر الاسواق ديال الجمله للخضر والفواكه في المغرب، بل حتى في افريقيا. فنشوفوا الثمن كيفاش داير ديال بعض انواع الخضر والفواكه، وكذلك نعرفوا الثمن ديال بعض من انواع الخضروات. فخليكم معنا نديروا جوله في هذا السوق، وصباحكم مبروك متابعينا الكرام. فغادي نبداو بالصلاه الاولى. السلام عليكم، بخير خويا؟ صافا الله يحفظك. بغينا نسولك على الثمن ديال البصله وشويه ديال الانواع ديال الخضره، بحكم انك حتى كتبيع بالجمله هنا. السلام عليكم خويا، بخير؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك. فبغينا نسولكم على الثمن ديال بعض من انواع الخضره، وكذلك تعطيونا كيفاش دارت الخضره مع العوده ديال الحجر الصحي وسدان على كازا، واش كان شويه طلوع في الثمن لابور تضررتوا نتوما، شنو فاش عطيونا بحكم انكم نتوما صحاب الحركه خويا شويه عيانه. هذه اون جينيرال دابا الحركه الاقتصاديه ديال المغرب راه كلها ازمه على الجميع، على الجميع ما نهضروش. الاسئله ديال الخضره طالعه بحكم المياه نقصت ديال الخضره كلها طالعه دابا، كلشي طالع. الطماطم 4 دراهم، الخيار 5 دراهم، الدجاج 6 دراهم. بطاطا بلاتي دابا هنايا يبداو يسولوا، بطاطا 4 دراهم، 4 دراهم. البصل دراهم و30 فرانك، البصلة هذه جوج دراهم و30 فرانك، 30 معطيش هاد الجلابريه في الصندوق تقريبا بشحال كتقام الكيلو؟ شي 5 دراهم، شي 5 دراهم الكيلو. فلفلة 120، غبرة حمراء وصفراء 10 دراهم، 9 دراهم، 8 دراهم، على حساب الجودة، على حساب الجود. السلاكوا تقريبا كاع غالي، يعني تقريبا كاين شوية ديال هاد الثمن، كاين الثمن طالع بزاف. كورجيت كرعة ديك طويلة واصلة جل 8 دراهم، 9 دراهم، 10 دراهم، وصلت حتى 10 دراهم. السلعة كلها غالية مع المياه، حكم السقا الناس ما بقاش عندها البير كافي الماء باش تسقي الناس، المياه الجوفية نقصت. والخضرة غالية حتى في أكادير، الماء قل كلشي الحمد لله، الخضرة غالية بزاف. يعني كاين واحد النوع ديال الثمن. فكيف تبعتوا متابعينا الكرام، فهي كيف قال السيد فهي أزمة على الجميع، داك الشيء علاش الخضره شويه طالعه. هاد البطاطا هادي شحال دايره؟ هادي 5 دراهم، 5 دراهم، 5 دراهم، 6 دراهم، 6 دراهم، 6 دراهم، 6 دراهم. شكرا لكم، تبارك الله عليكم. اذا متابعينا الكرام، فنشوفوا عاوتاني شي بلاصه اخرى. شو السلام عليكم خويا، بخير؟ الله يحفظك. انا شفت في هذه مرحبا، الله يحفظك. هذه البطاطا ماشي بحال ما ديك الصغيره، لا هذه بطاطا فريكو، هذه البيضاء والحمراء ما يتقلاوش، اللي كيتقلاو هما ديك جوج اللي من لا. شحال داير الثمن ديالهم؟ هذه 4 دراهم، 4 دراهم، والعشه 5 دراهم، 5 دراهم. يعني البطاطا شي بحكم هذه العوده للحجر الصحي وسدان على كازا، ف كيبقى نفس الثمن لحقاش اصلا ديجا هي قليله، يعني ماشي لا حجر صحي لا والو، ديجا هي قليله هاد البطاطا هادي، فهمتيني؟ هي قليله، واخا يسدوا ويخليو محلوله هي قليله، لحقاش محطوطه في الفريكوات الناس شادين الماء سعريفيه. واخا اللهم يسر اخويا، الله يحفظك. بالنسبه للثمن ديال الدجاج شحال؟ لا ما ديالناش الدجاج، عندك الناس راهم اللي مشيو. صافي واخا، الله يحفظك، تبارك الله عليك خويا. فكيف شتو متابعينا الكرام، ف تقريبا نفس الكلام اللي قال السيد الاول فهو اللي قالو السيد الثاني. نقراو بعض من التعاليق ديالكم. فين كاين شحال، فين كاين البضاعه؟ حنا معكم سوق الجمله خويا عبد المجيد بمدينه الدار البيضاء. وعليكم السلام. شوف حامض شحال داير خويا نجيب، ان شاء الله خويا نسولو لك دابا على حامض، نشوفو دابا شي واحد نسولو عليه. فنشوفو معكم متابعينا الكرام كيف قلنا شي حاجه اخرى.
خويا ها هو الحامض وصلنا عنده. السلام عليكم خويا. شحال ديال الحامض خويا؟ شحال ديال الحامض؟ عندي شي ناس تصاور شحال الحامض دايرين. راه ضروري اصاحبي. ضروري خاصني نجي عندك. شحال؟ شحال ديال الحامض؟ ما كاينش منه. صافي سير. فنشوفوا هذا قال لك ما كاينش مولاه، نشوفوا واحد اخر. ها هو هذا شاو ما كاينش مولاه. دائما معكم متابعينا الكرام ونقراو بعض المتعاليق ديالكم. شوف الطماطم شحال، الطماطم اختي سولنا عليها 5 دراهم. السلام عليكم، ها هو الحامض. شحال الحامض اخويا؟ 6 دراهم. شكرا. فالثمن ديال الحامض هو 6 دراهم. نعاودو نسولو على مطيش اللي قالت لنا الاخت. شحال مطيش اخويا؟ مطيش 6 دراهم. فالثمن ديال المطيشة 6 دراهم، في حين ان الاول كان قال لنا 5 دراهم. حامض اخويا 6 دراهم. دائما معكم متابعينا الكرام من سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء. دائما معكم متابعينا الكرام في حين كنشوفوا تبارك الله هذا الخير هذا. غادي نحاولوا نسولوا على بعض من انواع ديال الديسير. سامي شحال العنب اخويا؟ تقريبا ما بين 6 دراهم حتى 9 دراهم بالنسبة للموسكا، ما بين 6 دراهم حتى 9 دراهم. وماندارين هذا هو مراكش، هو هذا الحال 8 ونص، 8 دراهم 8 ونص. وهذا ماندارين 6 دراهم 120. شكرا لك. ماندارين 6 دراهم. نعود نسولو على بعض من انواع الثمنات. السلام عليكم خويا، سول على شحال. اجي عندها اجي عندها 86 90. و سانشو ملقمه منه. اجي حدايا يمشي يسمعوك الناس لا راه كاينين الناس فايقين كيسولوا على الخضر. سير يلا قول لي اعطيني النبدة على الديسير. سير بدا ليا من العنب. سير بدا من الكليمة. هذيك اخويا 7 دراهم الصنف. يلا بادي فهمت. هذه اخويا عنب ديال البركان. هذا شحال ديال شاو الثمن ديالو؟ 9 دراهم 8 دراهم. السلعة 10 دراهم. الاخر راه 220 10 دراهم. يعني كاين الفرق ما بين كاين الفرق. هذا وقع لي ديال مراكش. لا ديال مراكش، لا ديال مراكش ديال 9 دراهم 10 دراهم مراكش بول. هذا ديال مكناس. صافي. هذه سويهله ديال الكوالا البلديه. شحال شي الثمن ديالها؟ الثمن ديالها خويا كياخذوها هذا الشيء 7 دراهم. 7 دراهم. دابا حاليا 7 دراهم. فبالنسبه لهذ العوده للحجر الصحي واش الديسير حتى هو كاين طرا عليه واحد رشي؟ كاين هذه ما كاين بحال قلتي المنشوش قليل هذا العام في العام ما كايناش كيما كاين هذا شويه حتى الطلب ما كاينش الثمن كاين غالي شويه كاين الازمه اخويا يعني على كل شيء الازمه نفس الهضره اللي كانوا قالوا لنا الاخوه اللي قبل شكرا لك خويا تبارك الله عليك الله يحفظك الله يبارك فيك فكيف تبارك الله عليك خويا شكرا فكيف سمعتوا متابعينا الكرام فالكل كيقول على انه كاين ازمه داك الشيء علاش السوق طالع
بالنسبة للأخ مصطفى فبالفعل هذه الأشمينة بالجملة. دائما معكم متابعينا الكرام من الدار البيضاء بسوق الجملة. فنشوفوا واحد من صحاب التيسير واحد اخر. السلام عليكم، كيف هي؟ بخير. اليوم حاط البراد، اليوم الفطور كيتسن. هما كيشوفوا مشاهدي، راه قال لك هادشي غادي يعجبهم السيد. معلم ما عليك، كيكه معلم، تبارك الله عليك. الفطور ديال سوق الجمله، هذا فطور ديال سوق الجمله. سوق الجمله معلم، تبارك الله عليك. الصحه وراه بالفطور خاص يرد مع ثلاثه، خاص ياك مع ثلاثه ديال الصوار. فدائما هذه هي الاجواء اللي كتكون في السوق ديال الجمله. كم مرحبا، دابا انا معاك، بغيت نخليك حتى تسال. صافي ماشي مشكل، قول لي بعدا الديسير كي داير؟ ديسير مليح، ناضي مغير لك شي. مغير ناضي. صوري الثمن، الثمن قول لي الثمن. الثمن مناسب. سوية مدريه. الثمن مناسب. 10 فار اللي كتبيعوا العنب ب 20 درهم. العنب داير 8 درهم، 7 درهم، 9 درهم. السوية دايرها 100 ريال. المهاية دايرها من 60 ريال 4 درهم. الثمن مناسب، تعاونوا مع الدراوش. الحاجة الصحية هذا اللي كنهضر معاكم. الشعب راه طاب، تقهر، يرحم والديكم، الله يجازيكم بخير. الشعب راه واقيلا عصا، الجير واصل يعذر، لو تعلم على الشعب، الشعب راه مقهور، الله يرحم والديكم. المهم الديسير رخيص. الناس تعاون مع الناس. يعني خاص كلشي يتعاون مع شي باش ندفعوا معقولة داكشي. كتكون زيادة من ورا ما كيكون. زيادة، كتكون زيادة بزاف. كيكون تلعب ثمن كيبيعو على ورا ثمن. كيكون 3 درهم 4 درهم 50 درهم في الكيلو. تعاونوا مع الدرويش، الله يرحم والديك، الله يجازيكم بخير. صافي. بغيتو تطلعوا، راه داك الشيء كيتسمى الريبة. صافي سيدي ما عليك. والعنب، العنب شحال داير العنب؟ العلام غادي يشوف. العنب؟ العنب العلام غادي يشوف. العنب داير من 8 درهم 9 درهم 10 درهم. 8 درهم 9 درهم 10 درهم. العنب كي داير؟ زيد اخويا، زيد اخويا. هاد صامبيبة كنبيعوها بحال اليوم، بعناها ب 10 درهم الكيلو. غيمشيو هما معتي يبيعوها ب 600 وانا معتي 500 الكيلو. الله يجازيكم بخير. تعاون مع المواطن من الاخر، تعاون مع الدرويش. الشعب اللي مقهور، هما اللي لاباس عليهم وكيقردوا راه فوق السلك. يعني الناس فين كيشريو هنا بالجمله فكيزيدوا بزاف على يعني خاصهم يتعاونوا مع الدرويش. يعني ما الزياده اللي خاص تكون الرباح يكون عارف مناسب. مناسب يعني الا بغى يديهم هنا بحال ب 6 درهم 7 درهم يبيع يزيد على حد الدراهم ديالو ويبيع، ماشي يبيع نص بالنص. نص بالنص ما خاصش يكون هكا. شكرا لك، انا نعاود نرجع عندك ان شاء الله. سير الله يسخر الامور. فكنت قريت واحد من التعاليق اللي قال بلو يشوفوا الثمن ديال الليمون. نشوفوا دابا الثمن ديال الليمون الى لقيناه قلبوا عليه. دائما معكم متابعينا الكرام من سوق الجمله بمدينه الدار البيضاء. نشوفوا الليمون هو الليمون. بالنسبه للناس كيسولوا الثمن، الله يحفظك، ديال الليمون غالي اخويا، غالي خضرة غالية بحال واصل، معرفتي ليش؟ قول كي داير؟ ها
الله يحفظك فالثمن ديال الليمون الناس اللي سولوني عليه بزاف ديال الكومونتير شفت الثمن ديال الليمون فالثمن ديال الليمون 11 درهم سير عليهم شوف ديري هاد ثلاثة ترجع لي الاخرين فدائما معكم متابعينا الكرام كيف ما قلنا لكم من سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء فبالنسبة لمحمد قريب تسجطات أخويا راك الناس سولنا عليها كدير 4 درهم إذن متابعينا الكرام كنتوا معنا في جولة بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء فخدينا نبدأ على بعض من ثمن ديال أنواع الخضر والفواكه إلى اللقاء دمتم في رعاية الله نتلاقوا إن شاء الله في بث مباشر آخر الله يعاونكم صباحكم مبروك.